الله. بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مو بس الأذان، حتى مثلا هو قاعد تلقى بيقولها يقول أشهد أن لا إله إلا الله، غلط. لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لأن النون ساكنة وليست مشددة. أنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله جعلت النون نونين، لأن الشد عبارة عن حرفين أدغمة. هذا لا سيما في الأذان، الأذان جمله توقيفية، ما تزيد حرف، ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا كقولك أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن يعني نونين، لا ادغمها، قل أشهد أن لا إله إلا الله، مو أن لا إله إلا الله، هذا خطأ شائع.